تايم ترانسفورميشن. تايم ترانسفورميشن يعني انا بكون موجود بزمن معين، مثلا بكون عند قيمه معينه مثلا اف اوف تي، بدي اصير عند ثاني معين مثلا تي ناقص تي نود او تي بلس تي نود او مثلا اي تي بلس تي نود او اي شيء من هذا القبيل. يعني بكون عند تي اف اوف تي بدي احوله لدلاله ثانيه اف اوف تي نود، اف اوف ماينس تي، اف اوف اي تي، اي من هاي الاشياء. الان هذا بنقسمه لثلاث اقسام: تايم شيفتنج وتايم انفيرجن وتايم سكيلينج. تايم شيفتنج يعني بكون موجود عند زمن معين بعمل شيفت، يعني بكون على نفس محور على المحور بعمل شيفت اما لليمين او لليسار. يعني مثلا بكون عند اف اوف تي راح اصير عند اف اوف تي ماينس اور بلس تي نود. التايم انفيرجن يعني اني اعمل ريفيرس للتايم، ريفيرس بالتايم، يعني بكون عند اف اوف تي راح اصير عند اف اوف ماينس تي. اما التايم سكيلينج، تايم سكيلينج معناها اني اعمل سكيل للتايم، يعني اضربه بفاكتور معين، يعني اف اوف تي راح اعملها مثلا اف اوف اي تي، ممكن تكون اكبر من واحد او اقل من واحد. نبدا اول شيء بالتايم شيفتنج. تايم شيفتنج لو اخذت مثلا هذا الاكزامبل اف اوف تي، هذا شكلها من صفر الى تي كابيتال، والماجنيتيود لها واحد، الامبليتيود هون يساوي واحد، هاي هي اف اوف تي. بلوت اف اوف تي ناقص اي. هلا حتى اعمل بلوت لهذا الفانكشن، هذا الفانكشن المطلوب اعمل له بلوت. كيف راح اعمل له بلوت؟ اولا هذا اللي داخل القوس راح اسميه تاو، راح اقول تاو تساوي تي ناقص اي، تي تساوي تاو بلس اي. اذا هاي عرفت اللي داخل يساوي تاو، سميت تاو شو يساوي تي ناقص اي ايا كان الداخل. تي شو تساوي؟ احط تي موضوع القانون، تاو بلس اي. لحتى اقدر ارسمها هاي واحدد كيف راح يكون شكلها، باخذ مثلا تاو يساوي صفر. لما تكون تاو يساوي صفر تي راح تكون قيمتها اي، انا راح ارسم هون تي، هون اف اوف تي ناقص اي. لما تكون تاو قيمتها صفر تي راح تكون قيمتها اي. لما تكون تاو قيمتها تي كابيتال تي راح تكون A بلس تي كابيتال، تي راح تكون A بلس تي كابيتال، راح تكون هون تي جي. إذا أنا عملت شيفت لليمين بمقدار A، يعني أنا كنت هون عملت شيفت لليمين بمقدار A. صار الشكل على النحو الآتي، هذا هو الشكل الجديد اللي صار. هذا هو، كنت عند صفر، مشيت لـ A، بديت من عند A، الماجنتيود، الأمبليتيود ما تأثر بأي شيء، فقط الزمن اللي تأثر. لو مثال ثاني أخذنا هذا المثال، على نفس ذاك المثال لكن بلوت اف اوف تي بلس اي، كانت ماينس اي صارت بلس اي، راح اخذ هاي اسميها تاو، تاو تساوي تي بلس اي، تي تي شو تساوي؟ تاو ماينس اي، بعمل تي موضوع القانون، بعوض مثلا فور تي يساوي صفر، فور تي يساوي صفر تي تساوي ماينس اي، يعني راح اعمل شيفت لليسار بمقدار ماينس اي، عملت شيفت هون لليسار بمقدار ماينس اي، صار هذا هو الشكل الجديد. هلا بشكل عام، بشكل عام بالنسبه للتايم شيفتنج، اذا عملت شيفت ل اف اوف تي ماينس تي نود، اذا كانت تي نود اكبر من صفر راح اعمل شيفت لليمين، يعني ديلي تاخير، راح تصير عمليه تاخير. يعني مثلا اف اوف تي ماينس تي نود، تي نود اكبر من صفر، يعني اف اوف تي، اف اوف تي مثلا ماينس 5، ماينس اي رقم اكبر من صفر. شو يعني هذا الشيء؟ يعني انه عملت ديلي بمقدار خمس ثواني، شيفت تو رايت، هاي معناها ديلي، معناها شيفت تو رايت لما يكون اف اوف تي ناقص رقم معين. اما اف اوف تي ناقص تي نود فور تي نود اكبر من صفر، يعني اف اوف تي بلس مثلا 5، يعني اف اوف تي ناقص الناقص 5، يعني تي نود اقل من صفر. هاي راح تعمل لي شيفت تو ليفت، يعني ادفانس، راح اتقدم بالوقت، راح تعمل لي تقدم بالوقت، وهاي راح تعمل لي شيفت تو ليفت. هذول هن الحالتين العامات للتايم شيفتنج. الترانسفورميشن الثاني بالتايم اسمه تايم انفيرجن او تايم ريفرسال، نفس المعنى. يعني بتكون عندي اوريجينال سيجنال مثلا نسميها اكس اوف تي او اف اوف تي، راح اطلع اكس اوف ماينس تي، يعني كانت تي صارت ماينس تي، يعني عملت لها ريفيرس، الزمن عملت له ريفيرس. هلا كيف راح اعمل الزمن ريفيرس؟ مثلا لو كانت عندي مثال هذا اكس اوف تي بتتراوح من هنا، هذا هو شكلها، ومن سالب واحد لاثنين هذا ماجنتيود لها. الثاني واحد راح تصير سالب واحد، الثاني اثنين راح تصير سالب اثنين، النص راح تصير سالب نص، وهكذا، والماجنتيود بظله ثابت. يعني مثلا عند الثاني واحد كان عندي هذا الماجنتيود، عند الثاني نص كان هذا الماجنتيود، عند هاي كان هذا الماجنتيود. لما بدي اطلع مثلا سالب واحد سالب نص سالب مثلا 0.25، الماجنتيود راح يظل نفسه، يعني هاي هون واحد راح يقابلها هون السالب واحد، هون الشيء بقابلها على السالب واحد، الاثنين كانت قيمتها واحد، السالب اثنين راح يكون الماجنتيود لها واحد، والشكل راح يظل نفسه، يعني بهذا الشكل.
اعمل مقارنة بين الثنتين احطهم جنب بعض. y of t تساوي x of minus t. هسه مثلا هون كنت عند السالب واحد، السالب واحد صارت واحد، وكل هنا انقلب، كان هون الفترة السالبة صارت هنا، صار هذا الشكل، اللي كان هنا صار هنا، والماجنتيود هون مثل ما هو سالب واحد. اما لو اجعل الشق البوزيتيف لهذا هذا الجزء راح يصير بهذا الشكل، كانت عند الواحد راح تصير ماينس واحد، كل شيء هنا راح ينقلب على الشيء اللي بيقابله هنا، يعني كاني بعمل ميرور ايمج، ميرور ايمج حول الفيرتيكال اكسس، هيك بده يصير الشكل تبعها. اما الترانسفورميشن الثالث اللي هو التايم سكيلينج، التايم سكيلينج يعني اني اعمل سكيل التايم، يعني اضربه بفاكتور معين، يعني عندي اكس اوف تي، هاي اكس اوف تي، راح بدي محتاج اطلع اكس اوف اي تي، اي ممكن تكون رقم اكبر من واحد، ممكن اقل من واحد، يعني ممكن مثلا تصير اكس اوف 0.5 تي يعني اقل، او اكس مثلا اوف 10 تي. يعني مثلا لو اخذت هذا المثال نفس المثال الماضي، بدي هاي اكس اوف تي هذا شكلها نفس الشكل الماضي، بدي اطلع y1 of t مثلا، بدي اسمي سيجنال اسمه y1 of t تساوي x of 0.1 of t. x of 0.1 of t كيف راح اعملها؟ دائما الاشي اللي داخل التايم راح اسميه تاو، تاو تساوي 0.1 of t. اذا t شو تساوي؟ عملت موضوع القانون تساوي 10 تاو. اذا شو صار عندي لما بدي اجي ارسم؟ راح يصير عندي stretch، stretch يعني انه راح يتمدد، يعني السيجنال هاي راح تتمدد بالزمن. يعني لما اطلع دائما بشكل عام، لما اقول x of مثلا 0.1 0.2 رقم اقل من واحد ضرب t، راح اقول تاو يساوي هذا الرقم ضرب t، t تساوي ان راح لاحظ رقم اكبر من واحد ضرب تاو، مثلا هون 10 تاو، لو كانت هاي مثلا 0.5 راح تكون 2 تاو. اذا راح يصير دائما عندي stretch، stretch يعني انها راح تتمدد. لو اجي ارسمها، يجي ارسمها هاي الرسمه، الواحد شو راح يقابلها؟ 4t مثلا، t يساوي ماينس 1، ماينس 1 شو راح يصير يقابل هاي؟ سابقا كانت ماينس 1، هون شو راح تصير؟ ماينس 10، اللي كانت ماينس 1 صارت ماينس 10، راح يصير هذا الشكل، هون راح يصير هذا الشكل. طبعا الماجنتيود ثابت سالب 1، تي مثلا تساوي 1 صار يقابلها تي تساوي 10، تي يساوي 2 صار يقابلها تي يساوي 20. اذا بتصير هذا الشكل، يعني هون كانت تاي 1 كان هذا الشيء قابلها صارت 10 هون، ال20 كانت هاي هون 2 صارت هون 20. طبعا الماجنتيود بيضل نفسه هون 1. طب لو اخذت سكيل ثاني، هاي السكيل مثلا عملته 0.1 صار عندي تمدد، لو اخذت سكيل مثلا x of 2 ضرب t، يعني تاو تساوي 2 t، t تساوي تاو اوفر 2، بهاي الحاله راح يصير عندي كومبريشن، السيجنال راح تنضغط. ايش يعني السيجنال راح تنضغط؟ يعني لما كان عندي مثلا t يساوي سالب 1 راح اقابلها t الجديده تساوي سالب نص، يعني كانت هون سالب واحد، كان هذا شكلها هون سالب واحد، صار قابلها سالب نص، النص كانت هي بالاساس كانت مثلا واحد واثنين، هاي السيجنال الاصلية، هاي السيجنال الاصلية كانت هون واحد واثنين، راح قابلها هون تصير نص، وهون يصير واحد، وهاي السيجنال راح تنضغط، راح يصير هذا الشكل الجديد، هذا هو الشكل الجديد. يعني لما كانت عندي تي تساوي واحد بالسيجنال الاصلية، كم راح يقابلها بالسيجنال الجديدة؟ راح يصير قابلها واحد اوفر اثنين، راح يصير قابلها نص، راح ارسمها على هذا الاساس وهكذا. هلا بشكل عام x of a t اذا كانت القيمه المطلقه لها a اكبر من واحد راح يصير كومبريشن، مثل ما صار معي هنا، هاي قيمه a. لو كانت x of a t a اقل من واحد راح يصير عندي ستريتش، يعني راح تتمدد السيجنال مثل ما كان عندي بالمثال اللي قبليه.